عمرك سمعت قبل كده عن الأبراج عند الفراعنة؟ لا، مش الحوت والضلو والعذراء وكده، لا، المصريين القدماء كانوا من أكتر الشعوب علما بالفلك، وكان علم مهم جدا عندهم. من ضمن الفلك كانت الأبراج المصرية القديمة، هي دي حكايتنا اللي فيها. إن كان عند القدماء المصريين 12 برج فلكي، ولكن طريقة حسابه مختلفة شوية عن الأبراج الفلكية الحالية، وكانوا بيؤمنوا إن الشخص المولود في يوم معين، موقع النجوم في اليوم ده بتأثر على شخصيته وصفاته عند الولادة. يا ترى برجك الفرعوني إيه؟ يلا بينا نعرف. أولا برج النيل، من أهم صفاته إنه مسالم وعملي، وبيضم برج النيل المواليد في الفترة من 1 إلى 7 يناير، ومن 19 إلى 28 يونيو، ومن 1 لـ7 سبتمبر، ومن 18 لـ26 نوفمبر. وبيتصف الأشخاص المولودين في الفترات دي بالتوازن في حياتهم، فهم بيتمتعوا بالعاطفة والسلام، وبيميلوا للاندفاع والرغبة في حل النزاعات، لأنهم بيعرفوا يرجعوا خطوة لورا علشان يحسبوا خطواتهم كويس. بيميلوا لتحليل الأمور والتخطيط لحياتهم بشكل جيد، وبيهتموا بالتفاصيل، وبيميلوا للمهن ذات الطبيعة التحليلية. ومن المفارقات اللي قد يمروا بها إن رغبتهم في حياة سليمة ممكن تدفعهم للتوتر في الأوقات اللي بيشعروا فيها بالسلام. أما البرج التاني هو برج أمونرع، ومن أهم صفاته إنه قائد عنيد. وبيضم برج أمونرع المواليد من الفترة من 8 لـ21 يناير، ومن 1 لـ11 فبراير. وتصرفاتهم عادة بتكون ملهمة ومشجعة، وده اللي بيخليهم قادرين على قيادة الآخرين بسهولة، وعندهم قدرة كبيرة وقدرتهم على التفوق، وعندهم قدر كبير من التفاؤل، وحاسمين وأذكياء، وعندهم شوية غرور شوية، وتعودوا على العمل كقادة، وعشان كده بيكافحوا من أجل التأقلم في العمل ضمن فريق. أما البرج الثالث اللي معانا وهو برج موت، هو أهم صفاته إنه عقلاني وخجول، وبيضم المواليد من فترة من 22 لـ31 يناير، ومن 8 لـ22 سبتمبر. وهم أشخاص بيحبوا الظهور بأجمل مظهر ممكن يكون، وبيتمتعوا بالأناقة والجاذبية، لكنهم خجولين من الداخل، عشان كده بيخفوا مشاعرهم كطريقة لحماية نفسهم، ومجرد ما يثقوا تماما في شخص ما بيكونوا مستعدين أكتر لمشاركته أفكارهم وحكمتهم. وهم أشخاص بيتمتعوا بالكرم الشديد، وعندهم طريقة عقلانية للغاية في التفكير. أما عن حيوانهم المفضل فهو النسر. أما البرج الرابع معانا هو برج جب، ومن أهم صفاته أنه عطوف وموسوس، وبيضم الأشخاص المولودين في الفترة من 12 لـ29 فبراير، ومن 20 لـ31 أغسطس. وجب هو إله الأرض والنباتات والمعادن، وبيرمزوله بالأوزة، وهم طيبين جدا وعاطفيين، وبيتميزوا بالاهتمام بالآخرين، ولكن بيميلوا للانطواء والاستمتاع بقضاء الوقت بمفردهم. بيتعاطفوا بشدة مع مشاعر الآخرين، واللي ممكن تكون صعبة عليهم في بعض الأحيان لو كان في كتير من السلبية في عالمهم، لأنها ممكن تنعكس عليهم بشدة. وبيتميز المولودين في البرج ده بالتأني في أعماله، وبيحب البدايات السليمة زي البذرة ما بتبقى في الأرض وبتصبح قادرة على إحياء الروح. البرج ده قليل الكلام وبيفضل الوحدة، ولكن صاحب رسالة. هما نوع من البشر بنحتاج ليهم دايما، ومن المعروف عنهم أنهم بيفكروا قبل ما يتكلموا أو يتصرفوا، وبيعملوا دراسة كاملة على كل الخيارات المتاحة ليهم قبل أي قرار، وده بسبب معاناتهم من الوسواس وخوفهم من ارتكاب الأخطاء. وبيملكوا ذاكرة قوية جدا، علشان كده مش بينسوا تصرفات الآخرين ناحيتهم، وده بيأثر على تصرفاتهم هم نفسهم مع الأشخاص دول في المستقبل. أما البرج الخامس هو برج أوزوريس، أهم صفاته أنه مرن ومتسرع. بيضم برج أوزوريس الأشخاص المولدين في الفترة من 1 لـ10 مارس، ومن 27 نوفمبر لـ18 ديسمبر.
الأشخاص دول عندهم جانبين متناقضين تماما في شخصيتهم، فمثلا جانب منهم يحب يكون شجاع وصاحب رأي، والجانب الآخر متردد وغير حاسم، والشيء ده بيخليه في صراع دائم في داخله. بيتميزوا بالثقة والذكاء، واللي بيسمح لهم أنهم يوصلوا لمناصب قيادية بسهولة، وبيتأقلموا مع أي ظروف. ممكن تحس أنهم عدوانيين في آرائهم، وبيظهروا أنهم متسلطين ومغرورين، وبيتغلبوا على ده بأنهم بيحاولوا يتكلموا بهدوء، ولكنهم متسرعين خاصة وقت الغضب. وحيوانهم المفضل الطور. البرج السادس اللي معانا هو برج إيزيس، ومن أهم صفاته أنه واضح وعنده اكتفاء ذاتي. البرج ده بيضم الأشخاص المولودين في الفترات من 11 ل 31 مارس، ومن 18 ل 29 أكتوبر، ومن 19 ل 31 ديسمبر. وهم بيتميزوا أنهم أشخاص متوازنين وقادرين على تخطي العقبات، وعندهم اكتفاء ذاتي، وبيتميزوا بالصراحة والوضوح، وبيتمتعوا بروح الدعابة، وبيحبوا إسعاد أصدقائهم وعائلتهم، وعندهم قوة بتدفعهم للبحث عن علاقات رومانسية. بيميلوا دايما أنهم يكونوا مثاليين، واللي ممكن يؤدي بيهم لخيبة أمل في حياتهم العاطفية أو في نفسهم، لأنهم بيتوقعوا الكتير وبيصابوا بالإحباط لما تمشي الأمور عكس إرادتهم. وحيوانهم المفضل الكبش. البرج السابع هو برج تحوط، من أهم صفاته أنه مبدع وساذج. بيضم الأشخاص المولدين من الفترات من 1 ل 19 أبريل، ومن 8 ل 17 نوفمبر. وصفاتهم أنهم أشخاص أذكياء ومبدعين، وعندهم قدر كبير من الحكمة، وبيتعاملوا بشكل جاد مع المشكلات، وواثقين في نفسهم ومتواضعين. وبيتميز برج تحوط بأنهم قادرين على ريادة الأعمال، لأن عندهم عقول إبداعية، ومش بيسامحوا في الخيانة، ولا بيحبوا الاعتقاد بأنهم مخطئين في آرائهم، سواء كان الموضوع بيتعلق بالناس أو بالاختيارات. وحيوانهم المفضل هو القرد، والطائر أبو قردان. برج الثامن هو برج حورس، من أهم صفاته أنه شجاع ومؤثر. بيضم الأشخاص المولدين في الفترات من 20 إبريل ل7 مايو، ومن 12 ل19 أغسطس. وهم أشخاص مغامرين، وعندهم قدر كبير من الحماس والجاذبية، وطموحين جدا، وبيدافعوا عن الآخرين، فهم صوت من لا صوت له. حيوانهم المفضل الأفعى. البرج التاسع هو برج أنوبيس، من أهم صفاته أنه حساس وصريح. بيضم أنوبيس الأشخاص المولدين في الفترات من 8 ل 27 مايو، ومن 29 يونيو إلى 13 يوليو. بيتمتعوا بالشغف والإبداع، حساسين ناحية الآخرين، وانطوائيين لحد كبير، لكنهم واثقين في نفسهم، ومش بيخافوا من تولي المسؤولية عند الحاجة، ومش بيعترفوا بالقيود لما بيعبروا عن نفسهم أو رأيهم. حيوانهم المفضل ابن آوي. أما البرج العاشر هو برج ست، من أهم صفاته أنه اجتماعي ومغامر. بيضم الأشخاص المولودين في الفترات من 28 مايو ل 18 يونيو، ومن 28 سبتمبر ل 2 أكتوبر. المعروف أن ست إله الشر والفوضى عند قدماء المصريين، وعشان كده هتلاقي الأشخاص المولودين في الفترة دي بيبحثوا دايما عن المغامرة والتحدي، وبيتعلموا من أخطائهم، وممكن ما يعملوش نفس الخطأ مرتين. اجتماعيين جدا، وبيحسوا بالسعادة لما يكون حواليهم ناس كتير، ولكن ردود أفعاله محدش يقدر يتوقعها في وقت الغضب. أما البرج الحداشر هو برج باستيت، من أهم صفاته أنه هادئ وعنده حنين للماضي. وبيضم الأشخاص المولودين في الفترات من 14 ل 28 يوليو، و 23 ل 27 سبتمبر، ومن 3 ل 17 أكتوبر. والأشخاص المولودين في البرج ده بيكونوا متوازنين، وعندهم قدر كبير من السلام النفسي، ومش بيحبوا الصراعات، وبيتجنبوا المواقف الصعبة، وبيدوروا دايما عن الفرح، وبيلاقوا صعوبة في التخلي عن الماضي، وممكن يبقوا متقلبين أو مكتئبين بسهولة لما يفتكروا الماضي. حيوانهم المفضل هو القطة. أما البرج الاثناشر والأخير هو برج سخمت، من أهم صفاته أنه صادق وجذاب.
بيضم الأشخاص المولدين في الفترات من 29 يوليو إلى 11 أغسطس ومن 30 أكتوبر ل 7 نوفمبر. وبيتميز الأشخاص في البرج ده بالصرامة والقوة، وبيسعوا دايما لعمل شيء يفتخروا بيه، متواضعين ومثاليين، بيهتموا بالأمور المادية، وبيتمتعوا بشخصية جذابة وساحرة. حيوانهم المفضل الأسد. يا ترى أبراجكم إيه من الأبراج الفرعونية؟ يا ريت تكتبولي في التعليقات. ودي كانت نهاية حلقتنا من الحكاية فيها إنّ